مهارة الاستماع لي والانصات لي، ان انا اعرف اتحاور معاه صح. احنا تربينا في مجتمعنا للأسف ان انا بابا يعني هو كده وخلاص، او ماما يبقى الكلمة اللي تتقال تتسمع من غير اي نقاش، من غير اي تفكير، وهي كده وخلاص. وده بيربي عند الابن منهج بنسميه منهج التلقي والتلقين، ان هو ما يعرفش يعمل اي حاجة غير ما ياخد اوامر، فيصبح طول حياته تابع، لا يمكن يشغل مخه ولا يعرف ياخد قرار. وبالتالي الصح ان الاب والام يعلموه من صغره ان هم يتناقشوا معاه، ولما يكون في حاجة انا شايف انها غلط او شايف ان انا مش عاوزها، ابدأ اتناقش معاه واديله اسباب منطقية بحجم عقله يفهمها علشان يعرفها. لان في بعض الاهالي برضو كمان تلاقيه بيقول ايه، بص يا ابني انت لسه صغير، لما تكبر هتفهم كذا، او لما مش هتفهم دلوقتي هنقصد ايه كده. بيخلي الطفل دايما يعني في حاله من النفور، ومش عارف هو ايه اللي هيتم او ازاي خد القرار ده، وشايف كاني في فرض عليه من الاهل. حاجه تانية كمان بقى، ان المفروض الاب والام يكونوا معودينه من صغره ان هو عنده حريه في اختيار اي حاجه هو عاوزها. زي ما قلنا قبل كده، ان انا ابدا يعني نفترض مثلا ان انا في عندي خارجين رايحين مشوار معين، فانا اقول له لو، وخاصه من شهر من السنه الثالثه او الرابعه، احنا ممكن نروح الحته الفلانيه وممكن نروح الحته الفلانيه، تحب نروح فين؟ وبناء على القرار اللي هو ياخده الكل يلتزم بيه، وننزل ونقعد طول بقى الخروجه نقول احنا النهارده خرجنا عشان كذا، عشان فلان فلاني، او مثلا لو اسمه مثلا عمرو او احمد او كذا، عمرو النهارده هو اللي اختار المكان. ولو احنا بنتكلم مع قرايبنا نقول لهم يا جماعه احنا بكره هنخرج، وعمرو هو اللي اختار المكان اللي احنا رايحين فيه، ولما نرجع نبدا نثني على المكان اللي هو اختاره، ونبدا نشجعه اكتر ونتكلم بصوره ايجابيه عن القرار اللي هو اخده، ونبدا نخليه يحس بالثقه بالنفس مع اختيار القرارات. لو هو اخذ قرار او راي من الاراء اللي هو بيعملها كان راي احنا شايفينه ان هو غلط او مش صح، من الخطا ان انا في اللحظه دي اقول له لا كده غلط، ولكن اقول له طيب تعالى حبيبي، كويس انك فكرت، وكويس انك اخذت قرار، ولكن هل في قرار تاني ممكن يبقى احسن؟ او لو طب لو عملنا كذا وكذا، وابدا افترض له، نفترض مثلا وهو هياخد قرار هيؤدي الى نتيجه سلبيه، ابدا اقول له طب افرض لو احنا خدنا القرار ده حصل كذا وكذا نعمل ايه؟ فابدا اوسع مداركه ان هو يدرك عن طريق هو احطه بقى عقليا وبالخيال في المحاوله والخطا، واوصل له الخطا بخيالي لغايه ما هو يدركه، فيبدا يتراجع عن قراره وياخد قرار جديد من غير ما اقول له لا دي غلط اعمل كذا. انا كده بنميها عنده بهدوء ومن بدري، بتعمل نتائج رائعة. ثانيا، المفروض ان انا وانا بتعامل معاه اكون معلي قوي الخاصية بان انا استمع او انصت، ان انا يعني الحاجة دي او الحتة دي او التول ده من الحاجات المهمة جدا عند الاولاد، ان انا لان هو الطفل بيكون بيقيم مقدار حبه عند الام والاب بمقدار انصاتهم واستماعهم ليه. لو الاب على طول مشغول وبيرد عليه كده، هو مركز في اللي بيعمله او على الكمبيوتر، او الام وهي شغاله في المطبخ عماله ترد عليه وهي حتى ما بتبصش عليه، هو بيقدر بقى حجم حبه ليهم. من ده تلاقي الاب قاعد على الكمبيوتر طول اليوم، او ماسك التليفونات طول اليوم، او ماسك الجرايد، او في الشغل طول اليوم، فالابن بيبدا يلقط ان كده بابا بيحب الشغل اكتر مني، او ماما بتحب شغل البيت اكتر مني. فدي حته مهمه قوي. طب لازم لما يبدا الطفل يتكلم ان انا اديله وقت خاص بيه، اقعد معاه افضله كل وقتي، ان انت حاجه كبيره جدا وغاليه في حياتي. دي احد الحاجات اللي بتنمي جدا الثقه بالنفس عند الاطفال. يعني طيب اديله اربع اختيارات انا موافق عليهم وهو يختار منهم، او خمس اختيارات، ثلاث اختيارات، كويس، ما ينفعش يبقى اقل من ثلاثة. لو اقل من ثلاثة بنسميها دي معضلة دي، لكن انا بديله اكتر من خيار، انا موافق عليهم الخمسة، واخليه هو يبدا يتعلم يختار منهم مره في مره في مره. ابدا بقى اشوفه لما هو عاوز يختار، لو عاوزه اللعب بتاعته، الملابس اللي عاوز يجيبها والكلام ده، اقدم رايي في شكل اقتراح واسيبه هو ياخد رايه وياخد قراره. ولو كان القرار اللي هو هياخده غلط بس مش هيضره، اسيبه ياخده ويقع فيه واعلمه، شفت بقى انت لما عملت كده دي طلعت مش كويسه، او طلعت شكلها وحش، او طلعت ضيقه، لا بعد كده لما تيجي تاخد القرار ده او تعمل الاختيار ده ابقى قيس الاول، او اعمل كذا. يعني من الصح الاهالي دايما من ضمن الحاجات اللي بيعملوها غلط ان هم بيبقوا مش عاوزين ابنهم يقع في الغلط ده، غلط نفسي فادح. الصح ان انا اسيب ابني يتعلم من غلط انا ينفع اسيطر عليه، عشان يدرك بالمحاوله والخطا. التعليم والمحاوله والخطا اكتر افاده 100 مره من لو قعدت اقول له دي صح ودي غلط. يعني دايما حتى كمان في البدايه مثلا، ودي حته مهمه قوي، انا لو قعدت اقول لابني على حاجه سخنه دي اوف او سخنه او بتلسع، كلام كله في الفاضي. انا اجيبه واخليه يلمسها، يتلسع اول مره، يتعور تعويره بسيطه قد كده، احسن ما يحصل
مصيبه بعد كده. تمام. فدايما بنقول كده، لو ابنك هياخد قرار هيترتب عليه مشكله عنده او اعاق او فشل بسيط، انا ينفع كاب او ام اسيطر عليه، اسيبه يقع فيه عشان يتعلم منه واقدم له بقى القرار او النتيجه في الاخر. دي احسن وسائل التربيه. الثانيه المفروض الاهالي يعملوها مع الاطفال علشان نعلي الثقه بالنفس بيهم اكتر، من ضمن الحاجات دي المهمه ان انا المفروض اكون متوازن وثابت مع الطفل في معظم الحاجات، لان بيلاحظ دايما بتلاقي الام وهي بتربي ابنها تقول له مثلا دي غلط، او بتعمل موقف معين او بتاخد رد فعل تجاه موقف سلبي الابن بيعمله، يقوم جاي الاب بعد شويه عامل موقف تاني خالص ورد فعل مختلف تماما عن الموقف ده. ويلاحظ حاجات تانية كمان، ممكن الاب النهارده الابن عمل حاجه ينفعل جدا جدا عشانها، وبعد اسبوع الابن يعمل نفس الحاجه يلاقي رد فعل مختلف تماما. وبالتالي الثبات في التعامل مع الابن عند المواقف ده من اهم الحاجات اللي بتعلي الثقه بالنفس، ولازم يكون الاب والام متفقين من بدري، الابن بيعمل كده انا هعمل معاه ايه، واحنا الاثنين نكون متفقين هنعمل كذا، بحيث الام بتعمل نفس اللي الاب بيعمله. الثبات في المعامله ده مهم جدا. افرق ما بين الفعل والفاعل. يعني ابني هو ابني حبيبي، سواء عمل مصيبه او سواء عمل حاجه حلوه هو ابني حبيبي. بس لما يعمل مصيبه وهو ابني حبيبي هتكلم معاه بحب وهبينه ان دي مصيبه وانا زعلان منها او رافضها او بكرهها او ما بحبهاش، لكن انا بحبك انت ابني، لكن ده انا مش عاوزه وغلط، الموقف مش انت. انا اركز على اصب جام غضبي او انفعالي على الموقف مش على الابن. لان حتى كمان بقى من منظور الطاقه، المفروض ان اي شيء بركز عليه بياخد مني طاقه. فلو ابني عمل حاجه غلط وانا بقت طاقتي غضب وضيق وانفعال وركزت على ابني وزعقت له، بصب كل الطاقه دي فيه سلبية. فهترد لي تاني بعد كده في تصرفات كلها سلبيه. الصح ان انا اركز قوي وانا بصب غضبي على الشيء الخيالي ده اللي هو الهدف اللي هو عمله او الفعل اللي هو عمله، واحتويه واخده في حضني واعلمه. فهيبدا يدرك انه يفرق ما بين الفعل والفاعل، فساعتها مره مع التانيه هيتعامل صح مع المواقف دي. كويس.